قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في حلقة جديدة الحين عقب المطارات. وهذا طبعا بعد نكبة الحلقة الماضية. لا سيب اوكي. فالحين اللي بنسويه، لان عندنا وايد زحمة ترى على المطارات على فكرة، يعني الزحمة وايد كبيرة. انا بزيد طيارات بس في يعني في ليميتيشن كم اقدر، ولا في حدود كم اقدر ازيد الطيارات، لان ما اقدر ازيد طيارات اكثر. يعني حتى 24 طياره احس المطارات ما بتستحمل، بس بجرب يعني. بس 24 طياره ما يشيل 90 واحد يعني، ممكن العدد اللي قاعد يزيد جميل بالنسبه لي كمطارات وايد زين، بس كارباح احلى مفروض يكون زين. فاذا انا اسير على الخطوط اسير على المطارات، شوفوا مطارات والله قاعد ادخل لي فلوس طيبه زين. ها كله يبغى لهم ابجريد بعد شوي زين. الحين سوينا نحن القطار هذا في الحلقه الماضيه زين، يشيل 95 واحد، بس ان شاء الله يكون في ناس تركب. اصلا في ناس بتركب هنا ما اعرف، بس في محطه، في كل شيء حقه، في وقفه يطلع من الوقفه ترمي يشيلهم يتوكل على الله. وفي وايد في عندي زحمه في المدينه الصراحه، مش انه ما عندي زحمه، والزحمه قاعد تزيد ما تنقص، وهذا هو الهدف اساسا. نبغى الزحمه ندورها، نبغى اللي يجون اكثر من اللي يطلعون، على اساس المدينه هاي تتم تكبر. فالمره الماضيه ترينا نحن ان الاكل هذا يزيد الليفل ماله وياخذ وقت. ترى اللعبه وايد فيها انتظار على فكره، اللعبه فيها انتظار جميل، يعني كل شيء تسويه ياخذ وقت طويل، فلازم تنتظر، يبالها ساعات شغل. بس اكل الحين اوكي، اكل الضعف من يبنى اخر مره، ضعف الاكل وايد زين، معناه عدد الناس اللي موجودين راح يزيدون وايد، لان عندنا اكل بس باقي لنا فيول الحين على اساس انه شو نزيد الناس اكثر. بس لحظه هاي والله في زحمه تصدقون على هذا، بس هاي اول عمايره، شوفوا العماير. يا سلام يا جماعه، اول ابراج، اول ابراج في اللعبه، شوف كيف يتطورون. شوفوا 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 شوف عدد السكان، اوف هدم بيبني عمارة أكبر. نايس نايس، شكلها هالمدينة تكون حية. ايش أخباره يا بي 100؟ شو أخبار السفن مالنا؟ خلنا نشوفهم هنا على التقرير. أوكي قاعد يشلون، قاعد يشلون، قاعد ينتج، هاي قاعد ينتج صراحة وما مقصر، بس ما ملحق، هو ما ملحق، ما ملحق، لأن هو يلفل ما راح يلحق ترى، خلاص انسوا الزعل، ما راح يلحق. الحين اللي بنسويه هني ايش اخبار المواصلات؟ اخبار المدن هاي كيف؟ عندهم كونستراكشن ماتيريال بتطورون شوي، بس هذا شو يسوي؟ والله قاعد يجيب ناس، تو حط 26 هني. بما انهم مش خسرانين انا مستانس، لكن اذا خسروا بكون مش مستانس. في عندنا سفن جديدة اصلا، عندنا سفن ضخمة ما تقدر تدخل المينا الا بمليارات اني اصرف، بس لكن مش مستعد اصرف مليارات. وهالخطوط هاي سوت شغل الصراحة، بس لازم اطور الشارع. اللي اقدر اطوره بطوره الصراحه. خلنا نطور الشارع العود اذا قدرنا، ما نقدر على الاقل هذا يعني يكون على الاقل تقاطع يكون محترم. هذا اقدر اطوره، هذا اقدر اطوره، هذا اقدر اطوره. هاي شو اخبارهم؟ شو يبون هاي؟ هاي تشتون من عندكم هنا شحن وما تسوون شيء ابدا؟ خير شر؟ وقاعد ينتج، قاعد ينتج، قاعد ينتج كل اللي يقدر ينتج، اكثر من هذا ما يقدر ينتج. ترى السفن شويه اكثر من اللازم احسه، لكن زين، لانه يوم بيجي الحين عقب شو بيستوي؟ بيزيد انتاج هذا، بيلفل، بينتج 400 اوكي، وهم يشلوا له اصلا من هذا وايد. من تشوفوا يعني في حد بيمر من هنا الحين اللي هو هذا، بيشل 100 اويل. هاي السفينه اللي مدخله فلوس، لانها دائما اول وحده تمر تشل الستوك كامل، اوكي؟ وسفينتين كان كفايه كبدايه يعني، بس بعد هذا بينتج زياده الحين. ها بيشل ال 100 بيعقهم هني، فالستور مال هذا بيزيد 100، فشوي شوي بيتم يزيد. فما بلعب فيها الحين هذا، ما بخلي في شيء، لكن هني ابى اجيب مدينه ثانيه بعيده وايد اسوي لها مطار. والله هي اللي عندهم مصنع كل شيء جاهز، خلنا نسوي مصنع جاهز كل شيء، خلنا نحط الشارع
من هني لين هني، من هني لين هني، ومسوي تقاطع من هني لين. ها كيف متشربكة هني؟ سؤال، كيف مفروض اني اشبكها هاي؟ وين المدخل مالها؟ مدخل مالها تحت، ها مصنع اكل، بس هاي مصيبة. اقدر اسوي طريق شاحنات من ورا بدون مشاكل؟ خلينا نسوي طريق شاحنات اللي كنت اتكلم عنه، شو رايكم؟ بنسوي طريق شاحنات من هني، بنسوي واحد هني، بنسوي ادت عليه كونفيجريشن انه ما حد يدخل من هني بس يطلعون من هني. واللي خلنا نزيد كارغو، زين عندنا فلوس نقدر ندعم الفلوس هذا بشغل. وبنسوي هني مطار بعد يودي الخليج للعاصمة، عاصمة تمدل عنها. أنا يا شباب أسرق منكم اسمه العالم، زين. وبنسوي شارع يودي المكان واحد، شارع كبير بعد، اوكي، اللي هو شارع من هني لين هني، اوكي، شارع ضخم على اساس لو استوى اي ابجريد هني يكون طريق ضخم. زين خلينا نشيل هذا وخلنا نسوي ابجريد حق الشوارع هاي. construction not possible. زين خلنا نشيل الشوارع هاي لان انا بنيتهم. زين بحط الشارع جديد، نشيل هذا الصغير، بحط شارع ضخم من هني لين هني، وبنسوي تقاطعات عادي، خلي الناس تبني تعيش حياته، بس شارع كبير لين هني، فاللي بيستوي اجباري بيدخلون من هني. حلو، بيرجعون في نص المدينة، ما اقول لكم ما بيرجعون، لكن في طريقة نخليهم يرجعون، لكن ما له داعي، ما احس انه ضروري حاليا، اذا استوى في المستقبل ضروري بسويه. زين وبنحط هذا هني وبنكبر المساحة شوي. زين زين شو اسم المدينة هاي؟ زنجزو. زين ما عليه، مو مشكلة، بسميها تي ام تي. انا كنت من واحد من ربعي تي ام تي، شو سميتها انا؟ علامات استفهام تي ام تي سيتي، اساس الاسامي اللي اعرفها تكون اسهل وايد. انزين الحين بنحطي حق الجماعه هني سيارات نقل شحن، وبنسوي تي ام تي لين هني. اوكي شو المشكله هني؟ مدخل ما هني، هذا كارغو هذا كارغو، هالمرة شو المشكلة؟ اوكي لا شي خط، اوكي تي ام تي فودز، تي ام تي فود فارمز فارمز، وبحاول احطي عليها بشوف شو بيقول لي. بحطي 10 مبدئيا، بنحولهم تي ام تي فارمز، طلعوا عادي، ما اعرف يمكن جلتش او شيء، ما اعرف، ما ادري، بيمروا من نص المدينه بس مش مشكله، لان اصلا بنسوي انلود، نحن بس نقطه انلود بنسوي لانه وايد قريب حق اللي يبون، ما يبون اكل هاي الاسره. اوكي بسوي مطار كارغو، بننزل اكل في العاصمه، خلنا نسوي مطار ثاني. زين خطه حلوه، يا الله العاصمه ما فيها مكان، تعال دور مكان الحين تقدر تحط فيه مطار. خلنا نشيل المزرعه هاي بكبرها، شو رايكم؟ ما اقدر اشيلها، شو زين بحط مطار هنا شحن مكان لهذا،
بنحط مطار شحن في تي ام تي. اوكي يا الله بالغصب استوى مكان، بس خليني اسوي بالعكس اساس اضمن اني اقدر اسوي شارع. مره قياس. زين اذا اسويها اسوي المطار مره هني اوفي العشرة مليون اللي بتنقع. لا 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 سويها. ها اوكي حصلت مكان يس. زين والفود اللي بيجي بيستوي انلود وين هني؟ الاكل، الاكل بيستوي انلود عندنا هني. اوكي صبر خلي اتاكد انه هني، بس ما يحتاج مكان ثاني وبنوصله هني على اساس يسوي لنا مجال. زين وبنسوي انلود هني. شو ستاف بيلدينج انلود هني. اقدر اخليه يطلب فود خلاص. هذا يوصل لمنو؟ هذا يوصل للمطار. فبنسوي الحين من هذا المكان خط لين العاصمة اللي هي هني. اوكي وتي ام تي فود اكسبورت، تي ام تي فود اكسبورت. زين وبنحط لنا طيارات ايداد اول كارغو. هذه اول كارغو بنحط لنا 5 طيارات. ما عندي فلوس مو مشكله. تي ام تي فود اكسبورت وبنشل اكل من وين؟ تي ام تي. ليش بسوي ريكوست عليهم على طريق الخطوط هاي؟ ان هني بدخل على الخط هني طيارات ام تي فود اكسبورت، سوري على اللاين طيارات ام تي فود اكسبورت اللي هي من نقطه 1. ما تسوي انلود فود، لا تسوي بس لود فود. ما بشل الباقي لانه ما في منتجات ثانيه، واذا في حد بيسافر في الكارغو خليه يسافر الله يحفظه. زين فهذا معناه اذا هذا بدا انتاج وقدر يجيب لهني. هذا مش متوصل في هذا. اوكي بنسوي شحن ثاني، بنحط انلود هني. زين بنحط انلود هني وبنحط سيارة شحن هني ونبني بتراكس. بنضيف ستيشن هني لين هني. هاي شو مش تراكس بلا قاعد يشفر علي ليش؟ لا اوكي اوكي انا ياس اضيفه نيو لاين. بنسميه تي ام تي فود تو اير بورت اكل للمطار. ونبى يشل من نقطة 1 ما يسوي انلود فود، بس يسوي لود فود هني ويسوي في النقطة رقم 2 انلود فود بس. اوكي وبنحط عليهم مجموعة سيارات فود اول كارغو. هاي داد صح؟ بسوي 10 لانه مسافة قريبة. بنحطيهم تي ام تي فود ايربورت. اوكي يشل اكل ناتج المحصول هذا وهذا يتوصلون في بعض. يعني خلنا نكبره شوي بعد. موضوع قام يستوي شوي معقد. وما ادري اذا يستاهل على تصدير اكل الصراحه. زين فان شاء الله يستاهل، يعني ان شاء الله يعني يبدا يصدر هذا. حصل حد يطلب منه اكل اظن من السياره توصل بتصدر. بس خلنا نسير نسوي هناك في العاصمه عند المطار نسوي لنا كارغو.
زين ونبى الشارع لان هذا مش متوصل حاليا. ايوه عشان يكون متوصل. هذا متوصل في المطار؟ لا هذا لازم اشله. والشارع هذا بكبره اكسر اصلا. زين وي احط التراك ستيشن مالي. ايوه الطريقة هاي واجيب الانلود فود على نفس النقطة هيج. هذا نسميه خليل فود امبورت يعني استيراد الاكل. حلو يعني احنا نستورد الحين من مدينة تي ام تي اكل. حلو وبنحط عليها شو؟ بنحط عليها 5 شاحنات وتبر 10 5 مبدئيا 5 زين بنشلهم بتحطيهم على خليل فود امبورت واللي هو موضوع قام مستوي شوي يمكن معقد بس مو عليه. زين فمعناه هذا الحين شو يبغى النقطة هاي وين خليل فود امبورت؟ خليل فود امبورت ابغى نقطة واحد اللي هي خليل كابيتال انكس يسوي لود فود والنقطة اثنين يسوي انلود فود. اوكي على اساس انه يستوي الطلب على الاكل بين المدينتين. والله بعيدة المدينة الصراحة. زين فهل هو الحين راح يجيب لنا اكل؟ هذا موضوع ثاني تماما. ما بدا نجاحي لانه ما قاعد بدا يسوي شيبمنت. اوكي حلو بدا يطلب منه يعني زين معناه بيجيب هنا لان هذا شوفوا وصل دايركت في هذا. ها في اكل نايس. ثلاث طيارات ما اعرف هل هي وايد هل هي شويه بس كان ناقصنا شويه اكل صح. فالحين زدنا الاكل هنا شوفوا نبنى الاكل هنا. هذا بيجيبون اكل هنا بيشلون اكل من هذا المكان وممكن نستفيد منه من الاتجاهين ترى. ابلسي فارم ويت لحظة بس ها متوصل في الاثنين وهذا متوصل. اوكي نقدر بما ان المزرعة موصولة نطلب من المزرعة هاي على النقطة رقم مش هني لا وين الخطوط الطيران فود امبورت نقدر نطلب منه يسوي لود هني حق هذا ويوم يوصل لا 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 خليل شو قاعد تسوي؟ هذا فود اكسبورت يشل من نقطة رقم اثنين لود بس ما يسوي انلود وخليل لا يسوي انلود هناك ويسوي لود. اخ انا اسف. زين قلنا يسوي هني انلود فود ويسوي لود هذا وما يسوي انلود هذا صح. اذا هذا في مجال انه ينتج بيكون حلو ينتج لي دايركت على منو على المطار. شوفوا بس انا ابى اطلب من هذا الخط اللي هو هني كارغو خليل فود امبورت رقم واحد ما يسوي اي شيء في المنتج اللي يجي لا هني ولا هني ما يودي هناك. اوكي حلو لان اذا هذا موصولين نظريا المفروض شو يستوي؟ المفروض يشل المطار. ايوه قاعد يشل المطار. شوفوا ما قاعد يشل تحط على خط غلط. خلنا نسوي كونفجر ونزيد الكارغو. في مكان هني في مكان هني هذا معناه ان احنا ممكن نجيب. خلينا نشوف خطوط الطيران مالنا وايد من الطيارات صح. شوفوا هاي اوكي وايد اظن الطيارات سويت وما في مكان ينزلون فيه. انزين
ام تي فود اكسبورت حلو. اذا اقدر اشل من هني هذا المنتج اروم اشله هني بيكون وايد حلو. مره موصلهم مع بعض بطريقة ويت. اذا اسوي بقريت حق الشارع لحظة. زين ما بيتوصلون مع بعض. شوف نظريا يوم ادق على هذا يدق على اثنين، معناه مفروض انهم يتوصلوا مع بعض. زين فمفروض انه اوكي، مفروض ان هذا ينتج حق هذا، بس اشوفه قاعد يطرش مكان ثاني. بس هل هاي اللي راح طيارات راح تطلب منه اكل؟ وين وين طيارات تسافر بعيد وال. زين هني كم في فود؟ اربعة فود، بس اربعة فود بعدها كله تعبين على اربعة فود. خمسة فود اوكي. ابا يشلون هم ينزلون هذا، بس هني لازم اغير النقطة هاي ترى، لان هاي بس انلود. بدق ستوب وبحطي هني هذا وبشل هاي. خط بيتوصل اوتوماتيك تي ام تي فود تو ايربورت حلو. نقطة اثنين ما يسوون، يسوون بس انلود فود، يسوون لود حق هذا يشلونه اذا موجود. لا 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 لا, لا, لا. هذا مطاري انا. لا هذا صح صح صح, صح. ما يسوون انلود اوكي ممتاز، معناه بيطلب من هناك نفس ما بيطلب من هنا، خلاص بيكون وايد زين. على اساس النيب منتجات زراعيه مستورده، اذا جبنا منتجات زراعيه مستورده وايد راح يكون اوكي بصراحه. يعني الحين متوصل، لكن انا ما اشوف انه قاعد يحط اي شيء الصراحه، بس متوصل يعني على امل انه يشل شيء يطلب منهم. فاذا سوى اوردر بيشل، اذا ما شل خلاص اي كان دو اني ثينج. كارغو تيرمينال مين بيلدينج اللي هو هذا ما ابغى. زين بسوي مش هنجر، كارغو تيرمينال الثاني في حال ان الكارغو هذا ما عنده، هالكارغو يمكن يطلب منه. شوفوا كلهم متوصلين فيه، بس ما عنده مزارع لاني كسرتهم ترى. يمكن يبني مزارع عقب. اوكي الحين لازم هم يشلون الحين، بس طيارات ما قاعد يشلون الصراحة، ما قاعد يشلون هذا. اذا شلوا زين نقدر نستفيد رايح رد، بس اذا ما يشلوا موضوع ثاني. انزين الحين شو سالفة المطار يا جماعة؟ ما عليه زحمة؟ ليش ما عليه زحمة؟ زعلانين من شيء؟ وايد طيارات ما بيلحقون. خلنا نشوف اللاين وانا خلنا نبيع نص الطيارات، والله ما يستوي، لانه ما يستوي حتى اضيف لاين زيادة يعني مثلا تقولون ما اقدر. خلنا نبيع الطيارات. اللاين مالي طيارات خلي الايربورت ما ببيعهم كلهم، لا ببيع واحد اثنين ثلاثة اربعة 24 5 7 8 9 بخلي 9 طيارات والباقيين راح ابدلهم. هاي شل 3 هاي شل 5 هاي شل كارغو، بس ببدلهم في هذيل 6 مليون فايت 5.9 مليون. ليش هذا غالي؟ اللي قبله ما كان هذا السعر صراحه غالي. شنو نقصنا عدد الطيارات بس نبي نشيل ناس اكثر. هاي وجهة النظر يعني. خلنا نرتبهم على حسب. بعد وايد طيارات وايد يطولون في المطار، ياخذون وقت كثير وما عندهم وسيلة نقل ثانية. فأظني ببيع بعد ثلاثة. زين وبسوي ابجريد حق الباقيين كم؟ اربعة. زين ببدلهم في الطيارة ابو خمسة، لان اربعة في اثنين ثمانية، ونحن اوريدي بدلنا كم؟ ثمانية اللي هو 16 زيادة، يعني 16 نفر زيادة.
كان 5 طيارات الأولية عوضناهم. بيكون زين بيكون وايد زين. فالحين أتريا 2 مليون، ولا عاد أتريا 2 مليون، ليش أتريا 2 مليون؟ خلنا نبدل هايل وبيتم بس خلاص. خط الطيران هذا المفروض يكون أفضل بكثير الحين، شوفوا مفروض حتى يعني فعاليته كفلوس أحسن وايد، لأن هالطيارات يشلون الناس أكثر، يشلون 5، وهني ما في وايد ينتظرون، بس 1 بس. أوكي شو العماير، شو أخبارهم؟ يا سلام قامت تستوي مدينة جبارة والله. إنزين هذا شو عنده؟ هذا عنده قاعد يوزع على المدينة ولا ما عنده؟ قاعد يوزع. لازم نبدأ نشيك عليهم يعني أول بأول. بس الأكل شو أخباره؟ ما لفل بعده، يطول وايد الجيم هذا، يطول يعني تيكس فوريفر على يعني وايد يطول الصراحة. بس نحن عندنا الحين أوكي نايس جا نايس 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 نايس. هذا الجديد هذا ما كان يلقط تشوفه، بس هذا بيشل صبر. هل هذا لا صبر طيارة ام تي فود اكسبورت خلي الايربورت، لا هذا اباهم يجون هني وما يجون هني، ولا نفس الشيء انا اذا اشيل هذا واحطه هني نفس الشيء صح؟ لان اشوف الاكل داخل هذا كان زين، هذا غير وهذا غير، ولا كلهم وحده؟ كلهم يونت واحد اظني، نفس الشيء ما يفرق. اوكي ممتاز، يعني هذا بيصدر الاكل شوي شوي وبيجيبوا لنا اكل الجماعه. بس هل يدخلون عليه فلوس اصلا؟ هي يدخلون فلوس 200 وشي ألف، واو يدخلون وايد فلوس. فاذا شيء وايد اكل هني بيكون حلو، يعني ما في اكل اكثر، حرام اقعد اخسر زياده، ما بخسر الصراحه، على شو اخسر؟ وهم اوريدي فل برودكشن قاعدين يروحون، يعني عندهم ستور زياده ما يقدر ينتج اكثر، ما يقدر يسوي شيبمنت اكثر، الا الشيبمنت اللي يقدر يسوي قاعد يطير اصلا. فخلنا نشوف اصلا شوف شنو 4 من 8 2 من 8 ما شنو ذاك الزور، يعني مجرد ذاك انتاجه يزيد راح يجون، بس قاعد يطلعون فلوس. نفس السفن شوفوا ما شاء الله مدخول طيب الحين، شوي تعدل انتاج هذا شكله والله مو بايد. مرات نازل مرات طالع بورصة، يعني مش انه الحين ابا نوعا ما اضطر الشي حق هذيل كونستراكشن ماتيريال. بس شو بسوي اذا عندي هني وايد الحين انتاج؟ بطرش لهم شوي، ايه عندي وايد انتاج هني. خلنا نشوف هاي شو اخبارهم. لحظة هاي ساحب عليهم انا من متى. هاي قلنا خالد ستي، خالد وود، خالد مش خليل، خالد وين خالد؟ خليل فارس ضيعت والله. فيصل لا، خالد ركماين هذي لهم. اخبار السيارات والكارغو 1.5 مليون، ريبليس خالد كونستراكشن اول كارغو ريبليس 800 ألف، بس ما عنده خالد شيء ثاني صح؟ فالحين شو بسوي؟ ابى اسوي لاين، بس ابى في نوع من انواع الاختصارات يكون يروح سيده لهذا ولا لهاي المدينه. فبسوي جسر على الطاير، لحظه شكله ما في جسر على الطاير، خلوه في الحلقة الجاية. زين ان شاء الله بنشوف الموضوع في الحلقة الجاية، لان وقت الحلقة هذا خلص. المهم مشكورين، بحبكم كتير كتير كتير، مشكورين على اللايكات، مشكورين على وجود في القناة، نشوفكم ان شاء الله في حلقات ثانية على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace.